كل بذرة نغرسها تتطلب رعاية واهتمام خاص فيها، نسقيها، نراعيها، ونهتم فيها لنجني منها أفضل ما يمكن. وكل بذرة انغرست فيها الأرض هي طفل من عيالها الديرة اللي على أرضها ربوا ومن خيرها تنعموا. وكل بذرة هي مشروع نجاح مستقبلاً، وواجبنا نراعيه ونهتم فيه. كل دولة في العالم تحمل في ثناياها تراث ثقافي فريد يميزها عن غيرها من الدول، كما لو كانت هويتها الثقافية اللي تنطلق من عاداتها وتقاليدها هي بمثابة بصمة تميزها على خريطة العالم. ضيفتنا لليوم تميزت بثقافتها حول البلدان، لكن قبل أن ننتقل لها خلنا نشوف شنو قالوا عيال الديرة عن موضوعنا ونرجع لكم. يمكن الصينية، اللغة الصينية شوي تحس ان كلامهم شوي فيها، تحس على هواش على كذا يعني. بشكل عام لو مثلا ميلانو او ايطاليا ان السباجيتي ما تاكل الكاتشب، طبعا احنا متعودين هنا في البحرين ناكل الكاتشب او يا صوص زيادة، هناك عندهم هذا شيء مقدس ما تاكل اي صوص او كاتشب. مصر الهرنات ازعاج حيل غريب. هو في عادة سمعت عنها عندنا احنا بس مو كلنا نآمن فيها طبعا، يقولوا اذا العروس تقص شعرها قبل لا تكمل 40 يوم من زواجها يموت زوجها. عندنا في السعودية ان لما يتزوجوا يجيبوا طاسة يحطوا فيها قرش ويحطوا رجول العروس والعريس، العروسة والعريس، ويقولوا عشان يعني زواجهم يدوم لوقت اطول عشان للابد يحطوا قرش داخل. في قبيلة أفريقية يخلون طوق في الرقبة عشان يطولها، فكل ما طولت الرقبة كان رمز إلى الجمال للمرأة. ورجعنا لكم عقب ما شفنا شنو قالوا عيال الديرة عن موضوعنا مع ضيفتنا مريم اللي تميزت بثقافتها وحبها للقراءة عن البلدان. نورتينا مريم، شخبارك؟ الحمد لله النور نورك. مريم احنا شفناك على اليوتيوب عندك مقاطع حق برنامج اسمه ميزة بلد، كلمينا عنه وليش اخترتي هالموضوع بالذات؟ والله ميزة بلد اخترت الاسم لان كل بلد له ميزته اللي هي الثقافة المختلفة عنه، فاحنا بدل ما نقول اسم ثاني اللي مثلا ثقافة اخرى او شيء شي من هالقبيل، فاخترنا ميزة بلد لان هالشيء راح يميز هالبلد اللي راح نتكلم عنها في حلقة. بالضبط، لان كل ثقافة تميز البلد. بالضبط. مريم كلمينا عن حلقتك، شنو كان موضوعها؟ حلقتي كانت عن حرف الراء وخصوصا في فرنسا، لان شفت ان في وايد من الناس قاعد تناقشون حول كلمة ميرسي اللي في ناس كانوا يقولون ان هي تنطق ميرسي، فانا رحت وبحثت عن الموضوع طلعت هي ميرسي بالراء. بالراء اي، لكن الملك مال فرنسا قرر انه هو يسويها بالغين لانه كان التغ، والتغ معناته انه هو ما يقدر ينطق الحرف بالطريقه الصحيحه الراء اي، فكان يقول الراء غين فكان يصير ميرسي او بونجور، فقرر انه هو يصدر قرار بشكل رسمي على اهل فرنسا كلهم واولهم باريس انهم يغيرون الراء لغين عشان اذا وقف قدامهم يلقي كلمه او يكلم احد الخدام ما حد يطنز عليه. واول من طبق ذي القرار يا فاطمه كانوا الطبقه البرجوازيه من الناس والناس الجريبه منه، فاول ما ذلين طبقوا القرار راحوا على طول اهل المدينه يطبقون القرار من وراهم عشان يصيرون نفسهم من الطبقه العاليه يعني. بس على فكره في ناس ما حبت ذي القرار وما طبقته، وللحين في ناس مو مطبقه ذي القرار. يعني رايين مختلفين، ناس طبق ذي القرار وناس ما طبق. اي نعم. وفي بعضهم يشوفون انه احسن لان الملك يقول الكلمه، ف أيه عشان يصير من مقامه. زين مريم قولي لنا، يعني انت ما شاء الله عليك نشوفك بحثتي وتبين تعرفين شنو الفرق، شنو سبب اهتمامك في ثقافة البلدان؟ اهتمامي بثقافة البلدان ان الحين احنا صار عندنا التكنولوجيا، فانا في السوشيال ميديا وفي الاكونتات الثانية اطالع واشوف ان
ثقافات غريبة علي، فإن شنو هاي الثقافة؟ أنا يكون عندي جهل حول ذي الثقافة، فليش ما أروح وأبحث عنها؟ تبين تعرفين أكثر؟ بالضبط، وعشان أتعرف عنها فلازم أسوي سيرتش، فأروح أسوي سيرتش وأدور، وصرت شوي شوي أعرف معلومات عجيبة وغريبة عن البلدان الثانية، فقلت ليش ما أهتم فيها أكثر وأكثر وثقف روحي عنهم؟ لأن كل بلدة عندها ثقافة. ثقافة وميزة. بالضبط، ميزة مثل ميزة بلد. مريم، عقب ما بحثتي وشفتي، شنو أغرب ثقافة مرت عليك؟ أغرب ثقافة مرت علي هي ثقافة تايلاند اللي هي حول العنق، لأن بالنسبة لهم شنو حول العنق؟ يلبسون سلسلة حول عنقهم، وهالسلسلة بالنسبة لهم شيء يبرز الجمال والأنوثة، وكل ما طول رقبتك يعني مثل الزرافة كل ما صرتي أجمل وأحلى. كل ما رقبتك كانت أطول كانت كل ما صرتي أجمل. شيء غريب. مريم، هل تحبين تسافرين حق هاي الدول عشان تعرفين أكثر عن ثقافتها وتشوفينها على الواقع؟ كلنا نحب نسافر ونروح نتعرف على الثقافات، والدول اللي أنا راح أتكلم عنها وتكلمت عنها قبل كلهم سافرت لهم، لكن مو بطريقة العادية اللي نعرفها مطار وحجوزات. شلون عيل؟ بضغطة زر في بيتنا من خلال تلفوني أو اللابتوب، أسوي سيرتش عن الثقافة اللي أشوفها في السوشيال ميديا وأعرف عقبها كل المعلومات اللازمة عنها. من الإنترنت قصدك؟ إي نعم. هل تحسين الإنترنت دور كبير في معرفة الثقافات ولا؟ إي، لأن من خلال الإنترنت أصلاً الناس اللي مثلاً عندهم هالثقافة وهم بنفسهم يصورون لنا ثقافتهم وينشرونها لنا ويعلمونا عن ثقافتهم ويبينون لنا نفس ما إحنا نبي إن نبين ثقافتنا حق الناس، وهم بعد يبون الناس يشوفون ثقافتهم ويبون يتعلمون أكثر عن ثقافتهم. بالضبط، لأن الحين إحنا كلنا على الإنترنت، وإذا انتشرت الثقافات أكثر إحنا أصلاً بنقدر نشوفها أكثر. بالضبط. مريم، شنو رأيك في الشخص اللي يتبرى من ثقافته ويتبع ثقافة غيره؟ شيء أنا ما أفضل الشخص اللي يترك ثقافته يروح حق ثقافة غيره. بالضبط. أول شيء هاي كأن أنت مو بمفتخر بأصلك وبثقافتك. موضوع أن أنا أروح أطالع ثقافة أحد ثاني وأتبعها هذي شيء وايد غلط، لأن ممكن ثقافة الشخص الثاني مثلاً تمشي على حسب دينهم على حسب تفكيرهم. مو مثل تفكيرنا وديننا. إيه ممكن يخالف عاداتنا وتقاليدنا، فهذي شيء وايد غلط، وأغلب المراهقين يطيحون في هالفخ إن أنا والله شفت هالثقافة عادي، إن أنا شفت شيء صغير بس منها فتعجبني وأروح أتبع خلاص ثقافة ذي البلد، لكن أنا ما أدري إن ورا ذي الثقافة شيء ممكن شيء سواد. مو بزين حق بالنسبة لي. هو حلو ان احنا نروح نشوف او نبحث عن ثقافة الغير، بس مو حلو ان نتبعهم وننسى ثقافتنا. اي نعم، تعمق في الثقافة شيء وايد سيء من وجهة نظري، خصوصا اذا كان اللي قاعد يتعمق في الثقافة شخص مو بواعي وفاهم، لان عادي تعجبه الثقافة ذي وهو مو فاهم الاخطار اللي راح تصير عقبها. كلميني عن الثقافة العربية والعلماء العرب. الثقافة العربية ثقافة عريقة وجميلة جداً، وعلمائنا هم أول العلماء اللي طلعوا الدراسات اللي قاعد نشوفها الحين. ترى دراساتنا ترى الدراسات مثلاً لدراسة الرياضيات أول من طلعها الخوارزمي، وعقب بدوا يطلعون علماء الأجانب عقب، وهم كلهم قاعد يكملون على بعض، وأول شيء كملوا عليه دراسات العلماء العرب. إحنا كنا أول شيء العلماء أول العرب. أول شيء العلماء العرب. بعدين كملوا علينا الأجانب. كملوا علينا. مريم، وأنا بلعب معاك لعبة، برويج صور وانت تكلميني عنها. مستعدة؟ مستعدة. هاي الصورة الأولى. هذه الأقنعة في أفريقيا، ويتم صنعها من الخشب والجلد ويلونونها بألوان زاهية. وعلى فكرة هذه ترمز للعالم الروحي. شلون يعني في العالم الروحي؟ يعني هالأقنعة ترمز حق الإله والأسلاف، يعني شيء له علاقة بالدين تقريبا. أسلاف أفريقيا قصدك أو؟ إي أسلاف بلداتهم قصدك؟ إيه، لأن هاي كل الأشياء هذه متعلقة بأفريقيا، وكل يستخدمونها الأقنعة في الاحتفالات ويحتفلون فيها، وهذه الأقنعة بعد تشكل تواصل بين البشر والعالم الروحي. الصورة الثانية، هاي توقعها اللي قلتي لي عنها؟ إيه، اللي هو في تايلاند. في تايلاند الحلقات اللي هي كل ما هاي أصلاً حق قبيلة الكيين. يسمونهم نساء الجمال. بعد هذه النساء القبيلة هذه يلبسونها عشان تبرز جمالهم وأنوثتهم مثل ما قلنا، ومثل ما قلنا أنها هي شوي شوي تطول الرقبة، بس ترى تخلي أثر الحلقات يتم على الرقبة مثل ما لأنه يعني يبين عليهم ثقيل. أتوقع أنهم يشدونها بشكل وايد قوي على الرقبة عشان كذي يعني يتم الأثر وتطول شوية شوية بشكل تدريجي. ساعات إحنا نشوفهم مع السوشيال ميديا بس ما ولا مرة فهمت شنو قصتهم. هذه أصلاً يحطونهم مع السوشيال ميديا الحين لأنهم صاروا
رمز حق جذب السياح، لان ايه؟ السياح اذا شافوا هالشيء بيستغربون اي شنو ذي، بنعرف بعرف شنو ذي. وكل شوية ترى مثل ما يبين في الصورة انه يزيدون عدد الحلقات عشان تطول رقبتك اكثر واكثر. يعني هي هل تطول رقبة مع الحلقة ولا هم يزيدون؟ هي شوية شوية، هي الحلقات هذه تساعد تدريجيا ان الرقبة تطول، فانت كل ما تزيد رقبتك كل ما يزيدون لك حلقات. اي فمن علامات الجمال عندهم إيه؟ مثل ما في بلدان اصلا علامات الجمال عندهم مثلا البيرسينج اللي هني إيه؟ او السمنة هاي اتوقع كلنا نعرفها الثوب التقليدي واللي يربط بين دول الخليج. يا فاطمة ترين ان الحين في مصممات قاموا يطلعون ويعدلون على تصميم ثوب النشل، لكن مو بشكل رسمته، لا في شكل النكش الذهبي اللي هو الزري اللي محطوط إيه؟ عشان يطورونه ويصير اقرب حق عصرنا الحالي. حلوة حلوة الفكرة هي وايد حلوة. احنا اصلا نلبسها الحين في المناسبات عيد الوطني إيه؟ هاي الصورة، هذه مهرجان الطين في كوريا، وهو مهرجان يسوونه للاحتفال بتقاليد الفخار، ويكون في يعني مثل ورش ورش عمل يشاركون فيها الزوار انهم يحاولون يصنعون الفخار، وفيها بعد استعراضات. وهذه المهرجان يسوونه في كوريا الجنوبية، مو بكوريا الشمالية، يسوونه في كوريا الجنوبية عشان يبرزون روح الابداع الكورية. هاي دائما نشوفها في الافلام، دائما نشوفها في الافلام. اول شيء رابنزل اي هذه اسمها ظاهرة الفوانيس العائمة، وهذه تصير في كندا. شنو قصتها؟ هي يعني تربط يعني ترمز حق الوحدة والأمل، ويعني بعض الناس يربطونها إن بتحقيق الأحلام والأمنيات. دائما تشوفينهم إذا يودونها مثلا يقول ميك وش، بعدين يهدونها في السماء. أيوة على فكرة مو بس يهدونها هاللون إن شيء شكلها العادي، في ناس يأخذون ألوان ويزينونها ويلونها عقب يطلقونها عشان إن أمنياتهم تتحقق. يعني مو صدق هو بس أيه. معتقداتهم إيه. هاي الصورة مثل ما تشوف طماط، طماط حرب الطماط، حرب الطماط. إيه؟ حرب الطماط هذه تصير في أسبانيا، وتقريبا يسوونها سنويا في نفس الفترة. هذه الحرب يعتقدون الناس أنها هي ابتدت بسبب اضطراب عفوي بين القرويين سنة 45. طبعا هم في هالاحتفال وهالحرب يخسرون تقريبا 120 طن من الطماط. صدقنا الطماط اللي يستخدمونه فاسد، لكن بعد يخالف عاداتنا وتقاليدنا بالضبط. فما افضل ان انا اروح في هالوقت واشاركهم. بالضبط، يعني حتى لو كان فاسد مو حلو ان تلعبين في النعمة، شيء نعمة في النهاية. بالضبط، هاي الصورة، هاي منسف. عيش منسف. عيش او المنسف الاردني. المنسف الاردني كلنا نعرف انه هو اكله لحم من طبخ بلبن وغيره إيه؟ لكن ما حد فينا فكر ليش نطبخ اللحم باللبن. اي ليش؟ في قصه تقول ان الملك ميشع كان يحارب اليهود، عقبها انتصر عليهم في الحرب، فعقب ما انتصر قرر عناد فيهم. ولان عناد فيهم ليش يا فاطمه؟ لانه يعرف ان اليهود محرم عندهم انهم يطبخون اللبن، ان اللحم في اللبن إيه؟ فقرر انه لا انا بطبخ اللحم في اللبن. يعاند وقدمه حق جماعته، وجماعته كلوا كله، او بالعامين نقدر نقول انهم انسفوا. فمن إيه؟ هي طلعت كلمه منسف اللي هي اصلها نسف. نسفوا يعني اي توني صدقيني اعرف، ما كنت اعرف هالمعلومه. معلومه حلوه. هاي صورة، هذه الصورة تعود حق جزر هاواي، هاي يسمونها ملابس ألوها. هاي حق سكان هاواي. نشوفهم في موانا، في الموانا. أي هاي تعود حق سكان هاواي، نفس ما احنا عندنا ثوب النشل، بعد هما تقريبا هالشيء خاص فيهم. هي ملابس حق تصير حق الصبيان وحق البنات، يشكلونها بألوان زاهية، ودايما تكون على طابع الزهور، يعني تعكس جمال الجزيرة. إلنا بعد بالزهور اصلا هما اي هي بالزهور، دائما تلاقين اذا رحتي مثلا جزيره هواي دائما يستقبلونك بالزهور. زهور اي دائما، لان هي اصلا طبيعه الجزيره وايد حلوه. هي اصلا جزيره على البحر، طبيعه مريم شنو طموحاتك في المستقبل؟ شنو تبين تصيرين اذا تكبرين؟
أحد طموحاتي إن أنا أصير مخرجة وأخرج مسارح، أسوي مسارح خارج، أنقل المسارح اللي نشوفها برا عندنا وفي الخليج، يعني مثل المسارح والاستعراضات اللي نشوفها في لندن أجيبها عندنا هني في الدول العربية، وأخلي الناس اللي ما يقدرون يسافرون يحضرونها هني عندنا ويشوفون إن مو بس الأجانب يقدرون يسوون شيء حلو، حتى إحنا نقدر نبدع ونصير أحسن منهم، وأنقل الثقافات اللي أنا قاعدة أتعلمها الحين بالضبط. في مسارحي. مريم، ختاماً عندك رسالة توجهينها حق كل المشاهدين؟ رسالتي لا تنغمس وايد في ثقافات الناس الثانية. بالضبط. بس تعرف على ثقافتهم. تعرف، اطلع أكثر. بس اطلع أكثر بس لا تتهور. تتبع الثقافة وتنسى ثقافتك. بالضبط. اعتز بثقافتك، اعتز بهويتك. بالضبط. احنا اصلا الثقافة العربية هي الأصلية. هي الأصلية وهي الأساس وهي كل شيء حلو طالع منها اصلا. بالضبط. ما شاء الله عليك مريم، ان شاء الله يا رب بعد اقولها مره ثانيه نشوفك مخرجه في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله استمتعت معك وايد اليوم، اشكرك على تواجدك. وايد استمتعت معك انا بعد اليوم، واستمتعت اكثر شيء بنشر الثقافه اللي انا اعرفهم والثقافات الثانيه حق الناس وحق المشاهدين وحقك انت بعد. حبيبتي انا بعد وايد استفدت معك، مشكوره. كل دوله تعتبر حاملة لتراث ثقافي فريد يعكس جوهر هويتها وميزها بين الدول الأخرى، وهذا التنوع الثقافي يعكس جمالية التنوع البشري. ومع ذلك علينا أن ما ننسى أصولنا وهويتنا العربية الثرية، فالاحتفاظ بتراثنا وقيمنا يعكس قوة وثبات شخصيتنا. غرسوا في عيالكم القدرة على التأقلم مع التحولات العالمية والتعلم من الثقافات الأخرى بدون ما يتخلى عن جذوره وأصوله وثقافة بلده، بل بالعكس يفتخر فيها. فالتوازن بين الاحتفاء بالتنوع الثقافي العالمي والحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية يسهم في بناء مجتمع متنوع متعايش ومتماسك. أتمنى عجبتكم حلقتنا لليوم. كانت معكم فاطمة من برنامج غرس. نشوفكم على خير، مع السلامة.